جات سلعه جديده هانت شوف فندي كيفاش السلعه ان شاء الله هي السلعه الجديده اللي جايه هادشي كامل غيكاب هادشي ديال البرد ديال البرد الناس خاصها ها نتوما شوفوا معايا اللي هو زوين اليوم الثمن ديالهم راه كانوا 100 درهم كانوا 100 درهم ولكن هذا راست انا ان شاء الله غادي نديروا ليهم معايا هذا الكاب هذا بهذا لامارك هذه وفيه الالوان ما شاء الله شيلان هو المفاجاه خذوا جوج شيلان بثمن واحد وفيه الالوان وفيه العدد عندنا لكم الحرير اللي ديال 140 درهم غنديروا ليه ثمن زوين علاش شنهضروا شوفوا معايا تنهضروا على الكاليتي الكشمير ديالو اللي زوين راه ديال تركيا راه ماشي ديال البلاد زوينه تجي هكا وتجي حتى على الختام بحال ما ها نتوما تيجي كبير هذا شال تيجي طويل وتيجي في نفس الوقت عريض بالنسبه لهذا الكشخه الاماراتيه ديال البرد شوفوا الثوب ديالو كيفاش يجي كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا الموديل هذا معروف الثمن ديالهم 70 درهم اليوم تاخذوهم غير لامي ديال المناسبات عنده تبريمه عنده لعلاج تساقط الشعر تقويه الشعر هذه حتى هي ديال الامارات هذه راه الهاي كوبي بالنسبه لهذا الموديل هذا هذا الشال ديال ليكرا اللي تيجي غي تجي فيه هذه الشبكه هذه بليزيستراس فيه الالوان ما شاء الله هذه ب 20 درهم بالنسبه لهذا القرعه بالنسبه للراس العام غنديروا ليها 15 15 درهم البنات سبعه ديال الزيوت مخلطه زيوت مخلطه بغيتي اي زيت من هنايا بهذا العبر هذا تبقى كبير هذا شال زوين وري ديال اللوينات الكشخه ديال تركيا وكاينه ديال الامارات فيها النوار في البرونز كاين في النوار هذا فيهم غير هاوته هذا فيه الالوان تقدو تلبسو مع بزاف ديال الحوت ثاني ديال الهاي كوبي شي حاجه طوب ديال الهاي كوبي في هذا الفاس هذا وفيه الفاس الثاني وفيه الالوان هذا اليوم تيبقى لكم حتى هو غنحيدو فيه 30 درهم فيه البوني وفيه الشال 20 درهم حيد اهلا متتبعين متتبعات القناه ديالي كيف دايرين لاباس عليكم بخير هانيين كنتمنوا نتوما تتشاهدوا هاد لا فيديو تكونوا كاملين بخير وعلى خير المهم نهار جديد فيديو جديد ومحل جديد بالنسبه لهذا المحل كنا نديروا للبنات الافتتاح وما كتبش لظروف ما واليوم جيت نشارك معكم المحل وبهذا المناسبه السولد اللي كان يدير لكم في الافتتاح هو اللي يكون اليوم بمناسبه راس السنه وبغيتكم كاملين تستافدوا من هاد لا برومو اللي غادي يدير لكم بالنسبه العرض غادي يبقى لكم حتى لراس العام بالنسبه تيدير ليفريزون في كازا خارج كازا وبالنسبه للمحل تيحل السيمانه كامله ما عدا يوم الجمعه بالنسبه للمحل تيتواجد في كازا في قيصريه حي محمدي المدخل رقم 2 رقم المحل 37 في اخر لا فيديو نصور لكم طريق الناس اللي باغين يجيو للمحل بالنسبه لليوم غادي يكون البرومو من 20 درهم مهم نبداو على بركه الله اهلا السلام عليكم كي داير لاباس عليك بخير جيت عندك انا والمتابعات ديالي قلتي لي برومو ما عطلتكش مرحبا المهم اليوم اللي كتب لينا نديرو ان شاء الله فيديو بغينا نديرو هاد ثلاث ايام اللي بقات راس العام ان شاء الله بغينا نديرو واحد الثمن يكون مناسب للناس اللي جاتها شويه البرد واللي جاها بغات تغطى شويه بشي لان يكونوا سخانين ان شاء الله المهم قلتي لي لا برومو غادي تكون من هنا لراس العام ليفريزون قلتي لي كازا خارج كازا فين ما كانوا توصلهم السلعه ديالكم بالنسبه للناس ديال اوروبا ان شاء الله دير معاهم شي حاجه ان شاء الله نشوفوا الترونسبور ما شاء الله بالنسبه نبداو باول حاجه شنو باش نبداو اليوم بالنسبه للناس بحال هذا الشيء هذا اول حاجه غادي نبداو بهذا لي كاب هادو ديال البرد اللي شوفوا معايا الثوب كاليتي اللي هو زوين ها نتوما شوف وحتى اللوينات اللي فيها ما شاء الله زوينين كيجيو على الكتاف كيجيو في العنق يعني حاجه زوينه وكاين اللوينات قلنا فيها هذا الاخضر هذا فيها هذا ها نتوما الالوان اللوينات زوينين فيهم والثمن غادي يصدمكم نتوما راك عارفين الثمن ديال هذا كيبين الثمن ديالو ولكن حنا الثمن هذا غنديروه هذا لون اخر عاوتاني ماشي الاخضر اللي شفنا معاكم واللوينات واعرين شوفوا ما شاء الله
ياه، وفيها هاد الغوز هذا مع الكري، فيها الالوان تقريبا شي 30 لون، 30 كاع 30 لون اللي فيها ما شاء الله. ها نتوما كاين هاد الغوز هذا ما شاء الله. وحتى الشال انكم تقدروا ديروه لا بغيتوا ديروه مجموع على العنق ديالكم، ولا بغيتوا ديروه على الكتاف غادي يجيكم مزيان. حتى لا بغيتي ديريه على الراس ديالك كشال، لانه ماشي هذاك كشمير، ماشي هذاك الغليظ. غادي نكملوا لكم الالوان، فيها هذا في الكري، كاين هذا عاوتاني اللي داخل فيه السومو، كاين هذا البوردو هذا داخل فيه الاخضر، كاين هذا اللي داخل فيه البيستاش، كاين هذا الغوز عاوتاني، وكاين هذا كاينين اللوينات ما شاء الله طوب. بالنسبه لهادو شحال الثمن ديالهم؟ حنا غنديروا هاد راس السنه ان شاء الله غنديروا ثمن زوين، ثمن زوين 80 درهم، 80 درهم ثمن زوين. اليوم الثمن ديالهم راه كانوا 100 درهم، كانوا 100 درهم، ولكن هاد راس السنه ان شاء الله غادي نديروا ليهم 70 درهم. 70 درهم 70 درهم 70 درهم طايره في هاد راس السنه. كاين هاد الشكل هذا ياك، كاين هذا فيه الالوان حتى هو، شوفوا شوفوا معاهم وكيجي خطاب. شوف شوف تبارك الله، لا طوب وكبير وكبير، زوينه تجي هكا وتجي حتى على الكتاف الا بغيتي ديرها. كيجي حتى على الكتاف بحال ما ها انتم، تيجي كبير. تهلاو في الميمات ديالكم، تديو كادو الراس العام حتى هما زوين، تهلاي في الميمات ديالك ولا واللي بغا يدي شي كادو في هاد راس السنه ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه شفنا الموديل ديالو، نشوفوا الالوان. ها انتم كاين هذا فيه السومو، كاين هذا فيه الاصفر والاخضر، كاين هذا عاوتاني هذا فيه الاخضر، هذا فيه الازرق، راه فيه اختلاف وفي ديال اللون. ايه. وكاين السومو، ها انتم كاين السومو ديالو، هاد المرتديه تاعو. ثم كاين هذا فيه الكري والنوار، وكاين هذا عاوتاني. بالنسبه لهذا شحال الثمن ديالو؟ غنخليوه حتى هو 70 درهم، حتى هو غير 70 درهم، بدل من 100 درهم البنات اليوم ب 70 درهم. تنهضروا على الكاليتي، تنهضروا على هذاك قلتي الكشمير ديالو اللي زوين. شوفوا معايا الهدف ديال هذا الشيء، راه ديال تركيا، راه ماشي ديال البلاد، ماشي ديال هنايا، راه ماشي سلعه ديال البلاد. ما شاء الله شتو كيفاش تجي؟ لا لا زوين ما شاء الله. كاين هذا الشكل هذا حتى هو، هذا عاوتاني شويه غليظ عليهم. انتوما كاين هذا، هذا فاندي فاندي، كاين هذا الشكل هذا عاوتاني، كاين هذا الغوز هذا. المهم انا تنصور لكم فاندي هذا، اييه هذا 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 كان طوب صراحه، وهذه يلا جات سلعه جديده. شوف فندي كيفاش، لا لا زوين ما شاء الله. وشحال هذا تخليها لهم ان شاء الله اليوم؟ حتى هو 70 درهم، حتى هو غير ب 70 درهم البنات. احنا قلنا ما غن هاد 3 ايام ان شاء الله غنديروا لكم ثمن زوين. انتوما كاين مازال عامره، جبد لينا المي كنشوفها. انتوما كاين هذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل هذا، وكاين هذا الشكل هذا. انتوما شوفوا معايا يلا جا قلت لي غادي نجي عندك، زادكم السلعه السلعه ان شاء الله للكليان. ها انتم السلعه جديده اللي جايه، هذا الشيء كامل غيكاب ياك، ما فيهش شال الشيء ديال البرد، ديال البرد الناس خاصها. ها انتم انا كاين فاندي، كاين غوتشي، كاين السلعه، كاين الوان، كاين هادو كاملين شيلان ياك، ولا هادو اللي تيجي كاب ملبوس؟ هادو كيتلبسوا، وغنجبدوا لكم حتى الاخرين الشيلان ديالهم. ها انتم علاش يهضر لكم؟ تيهضر لكم على هاد الشكل هذا، شتو تيجي ملبوس؟ ها انتم شوفوا شحال ديال السلعه، هادو كاملين تيجيو ملبوسين ديال لا مارك اللي كنا ذكرنا لكم. ها انتم ما شاء الله السلعه موجوده. كاين على اللوان. هادشي كامل غير شيلان، شي ما كاين غير مويضات زوينين والوان خير. والثمن البنات راه واعر، ما تلقاوش، راه دايرين 100 درهم اليوم، تاخذوهم ان شاء الله غير ب 70 درهم. شوفوا الالوان اللي فيها، هادو تيجيو عاوتاني كروات. ثم الكاب اللي قلنا لكم تيجي ملبوس، ها انتم
شتو تيجي واسع حتى الناس ديال لي غون طاي يقدروا يديروا وانتم وبالسميه ديالها. وكاين هاد الستيل هذا عاوتاني شتو فيه الالوان. كاين هاد الكاب هذا اللي وريناكم قلنا لكم فيه الالوان ما شاء الله السلعه عاد جات تيجي في اللبسه هكا. هذا راه غون طاي بالنسبه تكوني تتلبسي حتى الكاتر 5 6 XL راه تقدر يجيك هذا الموديل. هانتوما فيه نواغ فيه الكاميل فيه هذا اللي فيه الموطارد كاين هذا عاوتاني فيه الباج كاين في الفيولي شو معايا فيها الالوان. هادو شحال اليوم ان شاء الله غنخليوهم في هاد راس العام ان شاء الله قلنا كانوا ب 150 دابا غنخليوهم 120 درهم 30 درهم حتى هما غطير فيهم ان شاء الله 120 درهم من هنا لراس العام من هنا لراس العام 30 درهم حيده. هانتوما هاد الكاب هذا عندي في حاله في الدار بقى في الكاليتي ديال التوب ديالو زوين شوفو كيير هذا عمرو ما يموت تيجيو فيها جوج ستيفات من هنا هذا كيديو المهمات عرفتي شنو هو كيجيو تيجي مع الجلابه زوين وحتى في الرومي حتى في الرومي كيديو الرومي ما شاء الله. نشوفوا الالوان اللي فيها هانتوما فيه الباج ديالو هاد مارو شوكولا فيه هاد مفتوح شويه باش فيه النوار فيه البيض فيه الزمرد هادو هما اللوينات اللي فيه ما شاء الله. والثمن ديالو هذا شحال اليوم هذا حتى هو راه كيدير 150 الثمن ديالو باش كيتباع حتى هو غنحيدو فيه 30 درهم حتى هو 120 درهم البنات بدل من 150 درهم لا زوين كاليتي اللي هي ما شاء الله زوينه. المهم بغيتكم كاملين تستافدوا من هاد العروض هادو راه عندكم 3 ايام ديال العرض تبارك الله لا لا وحتى الفصاله ديالو شو كيفاش تجي الكلوش واي طاي تقدر تلبسها العام الال الكاتر نشوفوا معكم الالوان. ها انتم فيها هذا الكري هذا وفيها الكري المفتوح عاد مرتديله ها انتم الابيض ديالو كنا ديجا شفناه معكم. كاينين هاد لي كاب هادو تا هما عاد جابهم دابا حاليا هادو تيجي فيهم الفورير من هنا في العنق ديالهم فيها اربعه ديال الالوان قلتي لي ياك فيها النوار فيها الباج وفيها البلومارين وفيها الابيض انتم اللوينات البلومارين الابيض النوار والباج طوب شتو كيفاش يجي حتى هو كاب. بالنسبة لهذا شحال الثمن ديالو؟ هذا الثمن ديالو كان 130 درهم. اليوم؟ راس العام إن شاء الله غنخليهم 100 درهم. 100 درهم بدل من 130 درهم بالنسبة لهذا الموديل. دابا لينا ندوزو دابا. شيلان. قلتي هي فيها مفاجأة. هو المفاجأة. ديال الفيديو. اللي كاين مفاجأة إن شاء الله. عدنا لكم الحرير اللي ديال 140 درهم. غنديروا ليه ثمن زوين. نشوفوا معاهم. هانتوما راه محل واعر اللي تتقلبوا عليه اليوم. هانتوما شوف راه يلاه جايب لكم السلعه بس معنا نصوروا زاد جايب لكم السلعه مازال الوال الحرير ديال 40 درهم. نشوفوا معاهم واحد ورينا شي واحد منهم شوفوا لي مارك شوف هانتوما الحرير ديال 140 درهم شوفوا الثمن زوين تشوفوا الموديل وغادي نوريكم نقرب لكم التوب باش تعرفوا علاش غنهضر شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله الشارك ديال الحرير طايح حرير واعر لا لا التوب ديالو ما شاء الله شوفوا لي مارك شوفوا لي مارك لا لا واعر عاد ندويو على لي مارك من الهاي كوبي البنات ولاني راه بغيتكم تقيسوا الجود ها نتوما راه طايح نتوما شوفوا معايا كيفاش يجي في اللبسه ديالو هادو راه ديال الهاي كوبي بالنسبه لهادو شو الشكل ديالهم توب كاليتي وزوينه نشوفوا الالوان ديالهم ها نتوما راه بزاف ديال الالوان هنايا هادي جون شوف كيدير تبارك الله زرق بيج شو لي كولور شوف
كاينين هنا الالوان بزاف، شوفوا معايا حلينا هذا نشوفوا كيفاش يجي. ها نتوما شوفوا معايا كيفاش يجي هذا عاوتاني، هذا فيه الالوان تقدو تلبسوه مع بزاف ديال الحوت، ولكني راه الالوان اللي فيه ما شاء الله فنين، راه واعر هذا ديال الحرير شي حاجه زوينه البنات ما شاء الله. ها نتوما كاينين هنا الالوان ديالو، المهم اللي بغات يقدر يصور ليها ويصيفط ليها وتختار اللوينات اللي بغات، غير تقول ليه الالوان اللي بغات هو يصورهم ليها. لا كاينين هنا كثارين، ها لا جينا نصوروا لكم كاع هاد اللوينات البنات يجي الفيديو طويل. هانتوما 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 الفيولي، هذا النواغ عاوتاني ما شاء الله. هادو شيلان ديال الحرير، غادي نشوفو معكم هذا مفتوح. ها انتم لا واعر واعر واعر، شوف ما شاء الله. انا بغيتكم البنات شوفوا شوفوا كيفاش 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 طايح، يجي في البيسه واعر. راه شفتوه معنا هنايا ملبوس من هنايا، راه تيجي زوين. شفتوا معايا الكاليتي، هذا راه هاد لامارك هادي بالنسبه راه طوب دو طوب، وشفنا معكم الالوان اللي كاينين فيها اليوم، ونرجعوا للثمن باش يصدمكم. شحال اليوم الثمن ديالهم؟ قلنا شحال كيدير؟ 140. ايه شحال يبقى للمتابعات؟ هذا وهاد المتابعين ديال العثمانيات ان شاء الله غنديروا معاهم ثمن 70 درهم. 70؟ 70 درهم. 70 درهم بدل من 140 درهم تاخذوا هاد الشال هذا، وفيه العدد بالنسبه لهادو. مازال الوان كاين الوان. مازالين الالوان فيها. ها انتم ها السلعه ما شاء الله كثيره هنا. ثمن واحد غتاخذوا جوج، بلاص ما تاخذي واحد تاخذي جوج، دايرين 140 درهم تاخذوهم 70 درهم. ها انتم الالوان ما شاء الله، السلعه موجوده. بالنسبه ندوزو موديل اخر، هذا يبقى لكم 70 درهم، بدل ما تاخذي شال واحد تاخذي جوج ب 140 درهم. جوج ب 140 درهم ماشي الثمن ديال الثمن ديال واحد. كاين عاوتاني هاد الكرا هادي قلتي ليا اللي عليها طلب بزاف، الناس اللي تتكون ديجا تدير البوني عاد تدير الشال، هذا راه البوني فيه راكب فيه، فيه البوني وفيه الشال. فتحوا معاهم باش يعرفوا علاش الكرا هاد الكرا اللي طايحه البنات، هادو بحال هادو اللي تنديروا حنايا النيت، كيجي بحال هكا في الشده كيتعقد البوني وكيدور ليه الشال. قلت لكم الناس اللي تيديروا البون لا لا وكبير كبير، الناس اللي تيبغيو شال كبير. نشوفوا الالوان ديال هذا، فيه الالوان هذا تيجي زوينه البنات، تقدو انكم ديروا بوني وتبقاو تلوحوا غير هكا على هذا الشكل هذا، الناس اللي ما تيزيروش عليهم الشعر. شو معايا كيفاش يجي خطير. غنشوفوا الالوان ديالو، هذا منه بوني ومنه انه شان، فيه البلوغوا مارين، بلوغوا لو مارين ديالو، فيه الكري ديالو باش طوب، فيه البياض، فيه الكرونه، فيه الكحال، في كاع الالوان اللي تقلبي عليه، فيه الابيض. وشو معايا انه الكريب اللي هو طايح، الليكرا طايحه تاخذوا. هانتوما الكري ديال المهم فيها كاع الالوان اللي بغيت، النوار كاين كلشي الوينات. وهذا ان شاء الله اليوم شحال يبقى لهم؟ هذا كيدير 70 درهم، هذا هو الثمن ديالو، حيت هذا الليكرا قطن وعريضه، هذا راس العام غنخليوه ب 50 درهم، 20 درهم حيد. ها انتم تهلا فيكم، هذا داير ب 70 درهم البنات. الشال بلا بوني، هذا فيه البوني وفيه الشال، مهنيه من البوني. شفتوا غادي يبقى لكم ان شاء الله غير ب 50 درهم بدل من 70 درهم. ندوزو الموديل اخر الشان. ها انتم ندوزو لهاد الكرا هادي، شوفوا معايا كيفاش الثوب ديالها طايح، حتى هي تتجي بلوغلي، تيجيو فيها لي زيست خاص. الناس اللي ما تيبغيوش لي زيست خاص بزاف، ها انتم كاينين الوسط وكاينين القدام، شوفوا معايا كيفاش جاها في الشده ديالها
ما شاء الله. في الالوان، في هذا الباج هذا فيه السومو، فيه الباج طوب، وفيه البلون، وفيه النواغ ديالو. بالنسبه لهادو اللي دايرين، دايرين 70 درهم، شحال يبقاو لهم هادو؟ 50 درهم. هادو يبقاو لكم ب 50 درهم بدل من 70 درهم. شتو التوب ديالهم راه طايح، معروف الثمن ديالهم ب 70 درهم، اليوم تاخذوهم غير ب 50 درهم. نبقاو في الشيلان. يلاه جات عندي يلاه تخدم. ما شاء الله. توب حرير تبارك الله. شوفي ليكرا كي دايره. توب ديال ليكرا. حرير. شتو؟ باش عرفوا انه شال مزيان، كاين اللي تيجي انه تيجي عليه سورجي، هذا راه لوغلي، غير باش تفرقوا بين حاجه وحاجه. هانتوما بالنسبه لهذا انا اللي لابسه، وكبير. شتو؟ وحرير. كبير. باش زوين، وري لي اللوينات. اللوينات فيه زوين. هانتوما بغيت نفرق ليهم بين، كاين ان هذا اللي دايره انا تيجي فيه لوغلي سورجي، وهذا فيه خياطه، ما تخافوش منه انه عمرو انه يتجبد لكم. بالنسبه للوان، شوفي اللون كيداير بلاتي نوريوهم. شوفوا غير الشده ديالو كيفاش جا. الناس اللي تتعاني ان الشال تيبقى يتزلق ليها، هذا راه تيتفيكس على الشعر، وماشي ضروري ديري البوني، ديري غير هو وتي. شوفوا معايا انا حمقني في الشده ديالو كيفاش جات، لان كاليتي ديال الاخر واعر. وقال لي الثمن غادي نصدمك فيه، ما بغاش يقول لي الثمن. انتم فيها هذا اللي في النواغ هذا، وداخلين فيها الالوان. شوفوا معايا هذا عاوتاني الاصفر، هذا واعر. الالوان اللي داخلين فيه ما شاء الله زوينين. هذا دخل فيه الاورنج، هذا كنا شفنا معاهم في داخل الموف، هذا غالب فيه لورانج. شوفي لي هذا، هذا اللون ما كاينش، هذا ما كاينش، ما كاينش في السوق. شفتوا هذا زوين، هذا عنده بزاف ديال الالوان. هاد السلعه كامله راها قال لي جديده، درناها لهاد راس العين. هاللينات هذا دخل فيه هاد البيغ، ودخل فيه الموف، هذا فيه هاد الموف مفتوح، هذا الثاني راه ماشي هو هذا، راه كاين هذا الاختلاف. الاختلاف غير الالوان، اما نفس الجوده، الجوده ونفس الماركه ونفس كلشي. انتما جديده، شوفي هذا تبارك الله، شوفي هاد لورونج كيدير واعر، هذا واعر واعر واعر. انا بغيت نشوفه، انا بغيت نشوفه والله، انا بغيت نشوفه، ولكن راه لون خطير تبارك الله. شتوف واعر، راه اي لون تتقلبي عليه، لا بالنسبه للجلاب ولا الرومي. هذا اللون هذا والله الا داخلين فيه الالوان زوينين. لون خطر والله، حتى لون خطر. شتوف شوفي اللوينات كي داير. لا لا واعر ما شاء الله، راه هذاك الشيء علاش هضرتي فيه بزاف وشكرتي بزاف، لانه زوين عجبك. قاد علينا يلاه جا دابا. وبالنسبه لهذا شحال يبقى لينا اليوم؟ هذا كان ديال 90 درهم، دابا غنخليوه 20 درهم بحيده 70 درهم. 70 درهم، 70 درهم ما يبقى لكم هذا بدل من 90 درهم. راه شفتوا معايا الجوده ديال الثوب، قلت لكم باش عرفوا الشال زوين تتكون فيه هاد لوغلي من هنايا، ماشي هذوك ديال 20 درهم ولا السورجي. راه ها انتم راه تيبقى يدور، الخياطه احسن ما شاء الله. ندوزو موديل اخر. هانتوما بالنسبه لهذا اللي شفنا معكم ملبوس هنا، كاين عاوتاني واحد الشكل اخر، الزواقه ديالو اييه الزواقه. هانتوما وفيه الالوان، هانتوما في هذا الازرق هذا، شوفي هذا تبارك الله كبير. شوفي هذا راه فيه كاع اللوينات، هذا راه تلبسيه مع سته الوان، سته الوان تلبسيهم شتي اييه، فن اللوينات فيه فن. شوفي هذا تاهو في الموف، شوفي هذا فيه البيض هذا هو خطير. هذا انتم الشكل ديالو ونفس الثمن ونفس الجوده ديال الثوب، نفسه نفس الثوب ونفس الثمن. ندوزو الموديل اخر في الشال. غادي ندوزو دابا لهذا الشال، هذا الكشخه ديال تركيا، وكاينه ديال الامارات. شوفوا معاهم هذه، هانتوما شوفوا معايا التوب ديالها، فتح لينا وحده نشوفوها باش تعرفوا انها تجي كبيره وجات لعبي في الشال كما بغيتي. شو العرض ديالها قداش؟ التوب ديالها طايح، هانتوما لا التوب ديالها زوين. شوفوا ما شاء الله الشال قداش تبارك الله،
وطايح التوب ديالو البنات. لا زوين حتى شفت اللويه تبارك الله لا لا ما شاء الله كلهم زوينين ان شاء الله زوينه. شوفوا معايا كيفاش تجيكم في الشده تتلعبوا بها كيف ما بغيتوا. غطي لك هنا الكتاف. اييه شفتوا كامله زوينه تتجي فيها. كاينين بالنسبه للزواقه اللي تتختلف هنايا ديال الكادوات هذه. اييه تهلاي في الميمه ديالك شوفوا التوب ديالها ما شاء الله زوينه فيها الالوان كما شفتوا معايا تتجي كبيره. ها نتوما كاينه في الغوز بيبي، كاينه في الباج، كاينه في هذا البلو، هذا كاينه في بلو جين، وكاينه في البلو مارين، وكاينه في هذا البلو هذا. راه ماشي هو هذا، تشوفوا في الكاميرا انهم مختلفين. ها نتوما كاين في هذا الفيولي هذا، وملك الالوان هو النوار. تيجي النوار في الشده ديالو. ها انت ديروا لينا هنايا باش يشوفوا هانتوما النوار كيفاش جا. شفتوا تجي فيه هاد ليزيستراس هنايا كيف بغيتي. والثمن ديالو شحال غيبقى لهم ان شاء الله؟ هذا كندير الثمن ديالو 110. الثمن غنديرو ثمن مناسب 70 درهم. حتى هو 70 درهم، حتى هو البنات غير ب 70 درهم. بقاو البنات في ليكرا، هذا واحد الثمن فيه واعر. شوفوا معايا هذا تقدو تلبسوه للمناسبات وتقدو تلبسوه كيومي. تجي فيه هاد الشبيكه من هنا لي زيستراس. شفتوا معايا الخدمه ديالو كيفاش تجي، وتا هو تيجي كبير بالنسبه لهذا التوب ديال ليكرا. ها نتوما التوب طايح، كاع الشيله اللي تنوريكم دابا راه فيهم لوغلي، وفيها الالوان ما شاء الله زوينين. بالنسبه لهذا صراحه ما كناش نبينوه، ولاني انا عجبني وبغيت نوريه لكم، لان داير فيه واحد الثمن واعر اليوم. هذا نورمالمون داير ب 80 درهم، اليوم يبقى لكم بواحد الثمن حصري. نشوفوا الالوان بعدا. ها نتوما فيها الباج طوب، فيها الطابه، فيها البلو مارين، فيها البوردو، فيها النوار. فيها شوفوا معايا النوار ديالها كيفاش تجي هذاك الشبيكه فيها، ولي زيستراس تيجي التوب ديالو تيجي هذا غيي. انتوما راه تيجي كبير بالنسبه لهذا، تلبسوا الناس اللي باغيين يديروه حتى للعبايه يجيكم زوين. فيها البلون كاسي ديالها، فيها الفيولي، فيها المارو، فيها البوردو ديجا شفناه، وفيها هذا راه ديجا شفناهم بالنسبه لهادو هما هادو، وعاد فيها البلو ديال الجي. بالنسبه للثمن ديال هذا اليوم شحال قلنا؟ هذا الثمن كان 80 درهم. اييه وهذا راس العام هذا ان شاء الله غنخليه ب 60 درهم. ب 60 60 درهم بدل من 80 درهم بالنسبه لهذا الشال هذا، ولاني العرض يبقى لكم مده ديال 3 ايام ساري. غادي ندوزوا لهاد ليكرا هادي. شوفوا معايا هادي التوب ديالها كيفاش يجي طايح، حتى هي تتجي بلوغلي. ها نتوما الشده ديالها كيفاش جات. بالنسبه لهادي داير لكم واحد البرومو فيها. غادي نشوفوا معكم الالوان. كاين هاد الموديل هذا، ها نتوما الالوان اللي فيها. ها نتوما فيها النوار، فيها السومو، فيها الموف. ها نتوما هادو الالوان ديالها. كاين هاد الستيل هذا راه فحالو في الكاليتي، غير هاد الزواقه ديال الشال اللي تتبدل. ها نتوما فيها الالوان حتى هادي، فيها الباج النوار. المهم سكريني ولا بغيتو شي حاجه. كاين هاد الموديل هذا اللي لابسه لنا، هاد الموديل هذا شوفوا معايا هذا واعر، جوهره هذه جوهره جديده، موديل جديد بالنسبه للشال. تيجي حتى هو كبير. ها نتوما كما تشوفوا لعبنا على انها جات، فهمتوا؟ لا من ناحيه العرض لا من ناحيه الطول، انه طويل. هالالوان اللي فيها، فيها الباج، فيها الكري، فيها البلون كاسي، فيها البلو مارين، عاد فيها الباج الطوب ديالها. كاين هاد السيل هذا راه نفسه، غير قلت لكم الزواقه هادو عاوتاني تيجيو فيهم لي زيستراس، الناس اللي تيبغيو لي زيستراس. كاين هاد السيل هذا عاوتاني فحال هذا اللي شفنا هكا، هو هذا شتو غير الديزاين ديالو اللي مختلف. هالالوان اللي فيها، فيها السومو، الباج البيض، الباج طوب. بالنسبه للثمن ديالهم كان ب 70 درهم، دابا غادي تاخذهم ان شاء الله غير ب 40 درهم من هنا الراس العام. كاين هاد الموديلات هادو كاملين اللي شفتو معايا وريتكم دابا في ليكرا. غندوزو الموديل اخر في ليكرا. وصلنا لهم الهوته. الشال ديال ليكرا اللي دايره البنات دابا حاليا 30 درهم، 25 درهم. ها نتوما
شوفوا معايا، هذا اللي تيجي بالخياطه ماشي اللي تيجي بلوغل بالسوجي، هذا اللي تيجي بلوغلي، داير الثمن ديالو 30 درهم. بالنسبه لهادو اليوم غير سولد فيهم، ماشي سولد ليكيداسيون، بمناسبه راس السنه هانتوما العرض ديالو راه عريض. كاين هاد الشكل هذا تيجي غيي وتوب ديالو غليظ بالنسبه لهذا، كاين هذا اللي تيجي عاوتاني غيي، هادو تيجي ورقاقين بالنسبه لهذا. عاد كاينين هادو اللي تيجيو سامبل، لكم الاختيار. بالنسبه لهذا اللي تيجي هالالوان ديالو، هانتو اي لون بغيتي فليكرا فليكرا اللي بلوغلي شي حاجه زوينه، اي لون تتقلبي عليه غادي تلقاي ان شاء الله في هذا المحل هذا. والثمن راه مستحيل انكم تلقاو دابا ليكرا حاليا بلوغلي ب 20 درهم، مستحيل. 30 درهم اللي كاينه 25، 30 25 درهم. هانتوما بغيتو حتى هذا اللي تيحسبوا ب 40 درهم، شحال هذا قلتي لي يبقى لهم؟ 20 درهم، حتى هذا من 20 درهم. بالنسبه لهذا نشوفوا الالوان ديال هذا، هانتوما الالوان ديالهم اي لون تتقلبي عليه غادي تلقيه. بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي دايرين ب 40 درهم، دابا تاخذوها البنات غير ب 20 درهم. هانتوما كاين هذا الشكل هذا عاوتاني، هذا اللي وريتكم هنايا، حتى هو راه فيه الالوان، هانتوما حتى هو راه هنايا مخلطه هنايا السلعه، هانتوما فيه الموطاغد، في هذا الموطاغد هذا، في هذا الاصفر، كاين هذا الاصفر. المهم هذا حتى هو البنات اليوم راه داير 30 درهم، اليوم ب 20 درهم. المهم بالنسبه لهذا السولد اللي دايرين لكم اليوم بمناسبه ديال راس السنه، كاينه عاوتاني الناس اللي غادي يبغيو بالنسبه للكريب، شحال قلنا الثمن ديالو هذا شحال يبقى لهم؟ 40 درهم البنات. هذا ديال هانتوما انا جبد معكم شي واحد، شوفوا كاينين الناس اللي تيبغيو هاد الثوب هذا ديال ليكرا وجميع الالوان فيهم، هادو تيبقاو ب 40 درهم بدل من 50 درهم، وهادو هما اللي ب 20 درهم. كاين هاد الديزاين هذا، كاين هذا اللي وريتكم، وكاين هذا، هادو دايرين 30 درهم اليوم غير ب 20 درهم. غادي ندوزو لهاد الشال هذا، هذا عاوتاني تيجي الشال ديالو غليظ، شتو كيفاش يجي الظهر ديالو هذا في هاد البرد هذا زوين، شو الديزاين ديالو داير لكم فيها وتا زوينه. بالنسبه كاين هاد الشكل هذا وكاين هذا، غنشوفو معكم الاول، اما تا هو هذا تيجي غليظ، راه نفس الكاليتي ديال الثوب، غير الزواقه اللي تتختلف. شو معايا كيفاش جا، بغيتي تزيري الشال على هذا الشكل هذا ولا بغيتي يجيك مرخوف؟ راه تيجي لاصق على الشعر ديالك. الناس تنهضر على الناس اللي دايرين الفولار، هذا فيه 4 ديال الالوان. بالنسبه لهذا هاد لا مارك هادي فيها هاد البلومارين، وكاينه هاد لا مارك هادي فيها ثلاثه الالوان، فيها هاد الكريب مع النوار، فيها الغوز مع النوار، وكاين هاد البوردو هذا مع البيج. بالنسبه لهذا شحال اليوم قلتي لي؟ اليوم غنديروا لي ثمن مناسب 50 درهم، 50 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال الشال. كاين هاد الستيل هذا عاوتاني، هذا تيجي غليظ. بالنسبه هذا راه ديال هاد الوقيته ما شاء الله، راه البرد قاصح هاد العام الحمد لله. هانتوما فيها الالوان حتى هي، هانتوما فيها هذا، فيها هاد الباج هذا، فيها الكري، فيها هاد السمو هذا، وفيها الكري، شتو تيجي في اللبسه ديالو زوين. بالنسبه لهذا حتى هو غنخليوه 50 درهم، حتى هو البنات غيبقى لكم هذا غير ب 50 درهم. بالنسبه للثمن ديال هذا وديال هذا بحال بحال، هادو كانوا ب 70 درهم، دابا تاخذهم ان شاء الله غير ب 50 درهم، العرض محدود لمده ديال اللي بقى من هنا لراس العام ان شاء الله. ندوزو الموديل اخر في الشان، كاينين هاد الشيلان هادو، نشوفو معاهم واحد فتحوا ليا، هادو عاوتاني ديال الهاي كوبي، شي حاجه طوب، شتو كيفاش يجيو الشكل ديالو، تيجي التوب ديالو طايح، هانتوما مكتوبه هنايا لا مارك ديالو. بالنسبه لهذا تيجي هكا طويل وعريض، هذا تقدو ديروه على راسكم، تقدو انكم ديروه على شكل كاب. نشوفوا الالوان ديالو، كاين هذا الغوز هذا، كاين هذا الماغون هذا، هذا الماغون فيه الالوان
ها فيه الماغون، فيه هذا الغوز هذا مع القري، ها نتوما فيه القري في القري ما شاء الله زوين. ها نتوما الثوب ديالو شفتو، وكيتلبس على دو فاس، فيه هذا الفاس هذا وعاد فيه الفاس الثاني ديالو، فيه النواغ، هذا النواغ في النواغ. لالا زوين هذا، ديروه على شعركم وتقدروا ديروه حتى على الكتف ديالكم شفتو، ماشي هذاك الغليظ، وليني هذا ديال البرد شفتو، هذا عاوتاني. والثمن، الثمن راه 120 غادي يبقى 90 درهم، 90 درهم بدل من 120 درهم. وقلتي لي كاينين اللي ناقصين في الثمن، كاين شي حاجه رخيصه؟ اه نشوفوا معاهم شي حاجه، نشوفوا هادو ديال رخاص. ها نتوما كاينين هادو عاوتاني، هادو تيجيو شويه ناقصين في الثمن، حتى هما الكاليتي ديالهم راه زوينه. افتح لي واحد يشوفو، يشوفو هاد النواغ هذا، غنوريكم غير واحد كيفاش يجي، راه كاملين تيجيو على هاد العرض هذا، والثمن ديالهم اليوم زوين. شوفوا معايا راه زوين، ها نتوما ماشي تسمعوا ناقص الثمن، راه حتى هو خاد وشي حاجه زوينه. هادشي كامل البنات، ها نتوما كاين فيه الموطارد، في هذا هاد لا مارك هادي، في هاد الكري هذا، في هاد البوردو، هادشي كامل ها نتوما هذا اللي شفنا معكم، في هاد لا مارك هادي، ها نتوما هادشي كامل ياك، هادو صافي حتى لهنايا. اخر حاجه هادو كاملين شحال يبقاو ليهم اليوم؟ هادو ب 70 درهم، والاخرين تيبقاو ب 90 درهم. ندوزو دابا لهاد الكشخه الاماراتيه، هادي شوفوا معايا تيجيو فيها لي زيستراس من هنايا، تجي فيها حتى الزواقه هادي من هنا. هذا شال تيجي طويل وتيجي في نفس الوقت عريض، هذا راه معروف بالنسبه لهاد الكشخه الاماراتيه. هادي ان شاء الله اليوم قلتي لي فيها غير الباج طوب، فيها الديغرادي ديال الباج ياك، فيها غير الباجات، نقولوا الباجات الباجات. بالنسبة لهذه الثمن ديالها، الثمن ديالها راه 200 درهم، في هاد راس العام إن شاء الله غنحصلوا لها 170 درهم. 170 درهم، إلا عقلتوا كنا صورناها ب 200 درهم محل آخر، دابا اليوم بمناسبة رأس السنة، اليوم تاخذوها غير ب 170 درهم. هذه حتى هي ديال الإمارات، هذه راه الهاي كوبي بالنسبة لهذا الموديل هذا، شوفوا معايا الديزاين ديالو، في هذا اللون هذا. شوفوا معايا الديزاين هذا، بالنسبه للمناسبه تقدي ديريه مع العبايه، الا عندك عبايه في لون واحد هذا تهرسي به اللون. ولكن شوفوا معايا، تنهضروا على الكاليتي، تنهضروا على الخدمه، الفينيسيو تيجيو حتى هاد لي زاستراس ما شاء الله. هانتوما شفتوا الخدمه ديال هذا اليوم شحال يبقى اليوم ان شاء الله؟ تصور معروف 200 درهم، اه صورته ب 200 درهم صراحه صراحه. هو معروف 200 درهم، وتا هو غنحسبوا ليه 170 درهم، 170 170 درهم بدل من 200 درهم بالنسبه لهذا ما شاء الله. ثاني كاين هذا الموديل هذا ديال لامي ديال المناسبات، يجي حتى هو بليزيست خاص الناس اللي ما تيبغيوش هذاك الشيء بشارجي. اه شوفوا معايا الثوب طايح، نشوفوا معكم الالوان ديالها، شوفوا ما شاء الله الالوان، في هذا السومو، فيها الباج طوب، فيها هذا اخضر ياه، فيها البلو، هادو هما الالوان ديالها. هادو شحال تيبقاو الثمن ديالهم؟ كانوا ب 100 درهم، كنخليهم ب 80 درهم، 80 درهم بدل من 100 درهم، لان الثوب ديالهم طايح. وبالنسبه لهادو اللي معاه تا هما خوتهم، هادو شيلان تا هما بحالهم، تا هما نفس الثمن ونفس هاد اللوينات، ايه الوينات زوينين تبارك الله، والثوب هادو كاملين ديال المناسبات ما شاء الله. كاين هاد الديزاين هذا، كاين فيه الالوان، وكاين هاد الديزاين هادو ب 80 درهم بدل من 100 درهم. ها نتوما بالنسبه للفولارات، كاينين ملي تيبدا الثمن ديال الفولار ابتداء من 50 درهم، من 50 درهم بالنسبه للفولار، شي حاجه كاليتي. الانواع ديال الثوب عندك، كاين ديال الحرير، وكاين الحرير، وكاين الخيط، اها، وكاين والكريب. الثمن ديالهم تيبدا من 50 درهم، غير تواصلوا مع الارقام. بالنسبه
ضروري تقولوا لهم من طرف القناه باش تاخذوا بالاثمنه اللي ذكرنا في لا فيديو. بالنسبه للفولار دير معاهم ثمن زوين ان شاء الله. المهم انا ها بالنسبه للشال ديال الكريب حتى هو فيه لوينات زوينين وزواقات جداد يلاه جاوا حتى هما شي حاجه زوينه. الثمن ديال 80 درهم 90 درهم غنخليهم 70 درهم 70 درهم بدل من 80 درهم 90 درهم. هانتوما راه المحل ما شاء الله. بالنسبه للكاب ديال فورير شي حاجه زوينه شو راه مبطنه وشي حاجه كاليتي زوين. شو بالنسبه لهذا المناسبات صراحه ما كناش ندوزهم قلت لي ماشي غادي ندوزهم الناس اللي بغاهم. كاين في هذا الباج هذا كاين في البرونز كاين في البرونز كاين في النوار هذا فيهم غير هاوته فاش دوزناهم لكم دابا غير هاوته فيهم فيها البلون كاسي هذاك بحال السومو اللي من لبسه الموديل ياك هذا السومو. وهادو شحال يبقاو ان شاء الله اليوم؟ 160 درهم كانوا ب 200 درهم 40 درهم حيدا 160 درهم 160 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا غير صولد فيه بدل من 200 درهم. ندوزو الموديل اخر تيعصر حتى الزيوت بالنسبه للزيوت تقويه الشعر وبالنسبه لهنا التساقط هذه التخليطه ديال التساقط ديال الشعر. ها انتم عنده التبريمه تطحن على يدينا عنده التبريمه عنده لعلاج تساقط الشعر عنده شنو اخر تقويه الشعر لتقويه الشعر هذيك الدهنيه يوميا. وكاين عندنا هنا كاين الخروة كاين زريعه الكيف زريعه البصلة اللوز بلو كاين الخزامه حتى هي والحلبه حتى هي كنخدموها. وعنده واحد التبريمه هنا بانت لي زوينه ايه واجده هنايا هذه شحال دايره هذيك 20 هذه 20 درهم زوينه تبريمه وفيها 70 غرام. وكاين اليازير راه دابا راه اليازير البنات بالنسبه لليازير تيقوي الشعر زوين غير هو خصك تخلطيه مع لانه هو ينشف سيغتو الا عندك شعرك ناشف ناشف يزيد ينشف لك شعرك. بالنسبه للزيوت قرعه هكا شحال دايره في الثمن هادي ب 20 درهم بالنسبه لهاد القرعه بالنسبه للراس العام غنديروا ليها 15 درهم البنات بمناسبه ديالها ديال 60 مليلتر هادي 30 مليلتر وهادي 60 ديال 40 درهم غنديروا لها 30 درهم. ها انتم هادي 30 وهادي 15 من هنا الراس العام الكبيره ديال 70 درهم غتبقى ب 50 درهم وهادي ب 50 درهم انت. وبالنسبه كاين هذيك الزيت المخلطه تتكون ديال هي سبعة ديال الزيوت كنخلطوها حتى هي شحال دايره الثمن حتى هي نفس البريا على حسب القرعه ماشي كل حاجه و حتى هي كتخلط. ها انتم هذه وحده اخرى هذه عاوتاني هذه راه الناس اللي متبعيني قدام كنا نصوروا لكم قرعه قد هذه فيها الزيوت سبعة ديال الزيوت مخلطه كنا تنصوروها ب 80 درهم اليوم هذه ب 50 درهم الزيوت مخلطه. بغيتي اي زيت من هنايا بهذا العبر هذا تبقى لك ب 50 درهم فيها ارغان فيها السانول فيها الخزامه الحلبه اليازير الكوب جنجلان زريعه الكتان الصراحه تهليتي فيهم اليوم ها انتم راه تتجي تتقولي لي مثلا انا راه الزيته ما واجداش عنده هنايا راه حتى تتجي عاد تيطحن ليك باش تشوفي لان واحد السيده سولات وقالت لي زعما علاش ما تتحطش قال لا لا تيجيو الناس ويشوفوا اشنو غايديو يشوفوا داكشي اللي يدا اي ما شاء الله كمل. وعندنا ثاني زيت القمل شنو هي هاد الزيت؟ زيت القمل القمل الناس اللي تيعانيو من القمل هذا افيكاس شي حاجه زوينه شي حاجه واعره كيديوها الناس والله العظيم كيديوها. وهذا الزيت هذا غارانتي 3 ايام ما تيبقاش القمل وكيمشي بالبروسه ديالو كاين الزيت وكاينه حتى البروسه ديالو نشوفوا معهم الزيت. ها انتم تهنيتهم من القمل القمل ما يبقاش ما شاء الله. بالنسبه وصلنا لاخر ديال لا فيديو انا دابا غادي نخلي لكم الطريق الناس اللي باغيين يجوا للمحل. بالنسبه للمحل تيتواجد في كازا حي محمدي القصري ديال حي محمدي البانو هذا هو مول المحل.
هذا هو اللي غتلقاو ياك حتى لا تكون في المعان. هذا اللي كاين ديما ان شاء الله. المهم وصلنا لاخر لا فيديو، نتمنى يكون عجبكم فيديو ديال اليوم، تلاقوا فيديو اخر ان شاء الله. يلا دابا خليكم مع الطريق. هانتوما بالنسبه للادغيس قصريه ديال الحي محمدي، هانتوما هذه هي القصريه الشارع ديال التراموي، هانتوما المدخل رقم 2 لي اون فاس مع السكه ديال التراموي. هانتوما تدخلوا مع الدخله هذه نيشان، انا نحاول ما نشدش الناس هنايا نيشان، تلقاو هنايا اصحاب المكياج. هذه المدخل رقم 2، هانتوما تلقاو واحد مول المكياج هنايا على الشوكه. غادي ندورو مع الدوره نيشان، هانتوما طلعوا مع الدروج هذا، غتلقاو هنايا واحد تيبيع النت المكياج سكن، هانتوما تلقاو واحد تيبيع هنايا الشنطات. هذا البنات هو المحل، ما عندكم فين تلفو، كازا قصرية الحي محمدي المدخل رقم 2، هذا هو المحل، رقم المحل 37. هانتوما شتو راه هو حدا واحد تيبيع هادشي ديال السكن.